حبس هذه حافلة حافلة تعش حافلة رقم 32 هذه حضري في برنامج العلمة. واش صرا صباح سمعنا بلي كارات حرقوا تاع الجماعة نوضنا جينا الصباح لهنايا قاعدين نتفرجوا في الكارات نوضت انا وكاين معايا واحد الشيفور نوضنا كار نورمال عادي 26 طلعت للدار راح نلبس الفيستا انا عود في الكاطريام لقيتها تحرقت بط صاحبي لقيتو ديجا صاحبي ديجا برا جبنا ليكستيرنتير مع الماء لا حياه لي منتوني هذه شعلت شعلت وانت الاخ شكون ناقل كيما هذاك ها ولي صراحه والاخ عطيني لي اسمك نزار بن قاسم وانت نزار بن قاسم صاحب الحافله واحكي لك واش صرا هي تبات عند لهنا عند شوفير تبات لهنا عند شوفير ديما عندها وقت عندها قريب عام وهي تبات هنا عند شوفير هذه في الحي واش من حي هذا 200 مسكن 200 مسكن حي ثابت بوزيد حي 200 مسكن ثابت بوزيد ايه حكي واش كيفاه صرا يصبعوا الصباح يقولوا لهم باللي كاينين كارات حرقوهم في دنفير الفوق عيطنا نحن للشيفور ينوض يهبط هبط جا هنا قعد 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 قريب نص ساعه ولا 40 دقيقه هو قاعد ما كاين والو الحق وقت الخدمه اللي راح يخدم فيه يطلع للدار يجي بقى شويه يهبط تلقاها شعلت وكل فاعل هذا ولا ما هذا واحد حرقها مجهول الف... هذا مجهول هوية برك بصح واحد ما حرقهم ما تحرقتش وحدها ومش ماس ومش حتى مش حرق قد الحافله حرق قد حارقين سبع ست حافلات وزوج فرقوات زوج فراقن وزوج طوموبيلات هذا مع بعض زوج هنا وزوج في الحي الاخر وانت ثاني عندك هذا هو السائق هذا شي مرت هذا السائق تاع هذا والله هذا السائق تاع الكار الاخر اعطيني اسمك كريم خويا غمود تقي الدين احكي لنا غمود منين هذا واش صرا هذا ورانا نعرف احنا ما فهمناش احنا خرجنا السيد جا خشنا للدار هذا راه خشنا للدار وحرق لنا الكار احنا خرجنا لقينا الكار شعله جينا نطفيوها وهذه واش البلاصه هذه اللي هنا حي دنفير دوار سجره تبع دوار سجره على قد هذه جوي الخمسه الخمسه غير ايش هكذا فيها راكم شاكين في شكون ما انا شاكين في حتى واحد احنا ما على بالناش دوك اللي جا هذا وخشنا للدار وشعل لنا الكار نطلبوا من السلطه تشو كيف دير لنا معاه مش دير لنا معاه محل يعوضنا يدير لنا حل هذا بريسك راه جا خشنا للدار راه دخل للدار وشعل لنا الدار على لي زونفيرو اللي تولناو كله هنا حرقوا كارات هذا راه خشنا احنا ناكلوا منها الكار هذه ما عايشه خمس اولاد ولا سته دوك خطاتهم هذه الاولاد هذو راح يضيعوا